اقول لك هو هذا التشادين مالته ما تحاول اثر الزلم. المخيم بحركة نعم لوضع مأساوي، وضع إنساني يعني يحتاج الكثير من المجتمع الدولي ومن الدولة العراقية، الدولة المركزية العراقية على أن تقوم بواجبها تجاه المواطنين. ونشكر في الواقع أقليم كردستان على ما قدموا من استضافة لأبنائنا وبناتنا من أبناء العراق الحر، العراق الكبير. وأيضا يعني نشكر الدول العربية كدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت والدول العربية كلها التي تقدم، ونطلب نطالب المجتمع الدولي بأن يعطي أكثر أو أن يقدم أكثر لهؤلاء يعني النازحين، خصوصا هناك يعني أوضاع مأساوية مع تقلبات الجو، مع الظروف التي تمر بها يعني حتى الظروف الأمنية التي تمر بها يمر بها الإقليم من تقاربه يعني على خطوط تماس مع المجموعة الإرهابية أو مع داعش الإرهابي الذي يعني سبب حركة النزوح هذه. فنحن نطالب الحكومة المركزية أن تلعب بدورها لدعم الإقليم ودعم النازحين في هذه المنطقة وفي كل المخيمات بصورة عامة. طبيعي ما هاتين اللي قال الجناب يعني كأمرو بشاوي خوب بينيتن أمرو ميواني هريمي كردستان هاتوا بوي بشاوي خو جارية كم بي نازحين أما وكو نمونيك ببينيتن وبوي آقادار بي لهريمي كردستان چي دكريتن بو آوركانو نازحين بهر دو جورة لهريمي كردستان أو جهدي هريم ديكت أو جهدي ما بستی بو بزنید تن لولات هن عربی چی پیشکش دکرد و آیا اوی پیشکش دکرد چه آستکه و اندازه کی چنده بو اوی بگره تو پیام کیان پیا بو همو ولات هن عربی بو یو این ولی سر آستیش دنیا برنامه کیان هیا بو اوی او برنامه خو بدعتا ولی گل خویم ببن. مع السلامه يا جماعه.